عملة الدولة التي تم تصنيفها يوماً بأنها الدولة الأكبر اقتصادياً على مستوى العالم أمام اختبار صعب بعد أن تخطت ديون تلك الدولة مستويات قياسية في تاريخها. الدولار الأمريكي هو العملة التي ظلت تتربع على عرش العملات العالمية دهراً من الزمان، حتى أن الدولار أصبح معياراً لتقييم مختلف العملات المحلية على مستوى العالم. باتت الإدارة الأمريكية اليوم في سباق مع الزمن لمحاولة تجاوز أزمة الديون الراهنة التي أربكت وزارة الخزانة الأمريكية بعد أن بلغت الديون الأمريكية حد السقف المسموح به من الكونغرس. وصلت ديون الولايات المتحدة الأمريكية إلى البلاد المستحقة عند حدودها القانونية بعد أن سجلت 31.4 تريليون دولار، وذلك بموجب الرسالة التي أرسلتها وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لرئيس مجلس النواب كيفين ماكارثي. رسالة يلين إلى مجلس النواب تناولت مقترحاً قررت وزارة الخزانة دخوله حيز التنفيذ لمحاولة تجاوز الأزمة التي طالت السمعة السياسية لإدارة بايدن. الإجراءات النوعية التي تريدها وزارة الخزانة الأمريكية تتضمن المضي قدماً في خطوات عملية تضمن عدم تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد ديونها. التخلف عن سداد الديون المطلوبة من الولايات المتحدة الأمريكية لن يضر واشنطن فقط، بل سيؤثر أيضاً على الاستقرار المالي العالمي. الإجراءات الاستثنائية التي تريد وزارة الخزانة الأمريكية بدء تنفيذها تشمل تعليق إعادة الاستثمار في صندوق التقاعد والعجز للخدمة المدنية وصندوق الإعانة الصحية للمتقاعدين في الخدمة البريدية. كما تشمل إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية أيضاً تعليق إعادة الاستثمار في صندوق نظام التقاعد الفيدرالي للموظفين، وذلك من دون أن يتسبب ذلك في أضرار على الموظفين والمتقاعدين. تريد الإدارة الأمريكية الحالية تجاوز مرحلة عدم القدرة على سداد الديون، وإذ اضطر مجلس الاحتياط الفيدرالي لاتخاذ قرار جديد برفع سعر الفائدة، لأنه حال تفاقمت مشكلة الديون على الولايات المتحدة ستتجه الأمور اقتصاديا إلى مزيد من التعقيد بعد انخفاض سعر الدولار وزيادة معدلات التضخم داخل البلاد. عمليا لجأت إدارة بايدن إلى سن العديد من القوانين لاحتواء الأزمة، أبرزها قانون خفض التضخم، لكن خبراء يرون أن أي من تلك الاستراتيجيات سواء الخطوات التشريعية أو محاولات سد العجز أو رفع سعر الفائدة لن تكون إجراءات ذات نتائج عملية على المدى القصير، وهو ما يستدعي إجراءات أكثر مرونة من قبل الإدارة الأمريكية الحالية. لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة حذرت بدورها مراراً من اللجوء بشكل غير مدروس إلى عمليات الاقتراض المفرط، لأنه يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم الذي لن تجدي القوانين نفعاً في علاجه حال استمر الوضع الحالي، وبالتالي ستكون العملة الأمريكية عرضة لهزات لن تكون نتائجها مرضية. سياسياً تعرضت الإدارة الأمريكية إلى انتقادات من عدد ليس بالقليل من أعضاء الكونغرس على خلفية الإنفاق غير المدروس في الميزانية والتوسع في تقديم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا من أموال دافع الضرائب، لكن الخبراء الأمريكيين لا يربطون بين تلك المساعدات وبين وضع الاقتصاد الأمريكي الراهن.